من أي جروح محلى صيامك محلى قيامك الجنة تعطر أنسى السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم جيت ندير معكم التحضيرات ديالي اللي ضرورية كنديرها في اي رمضان. تحضيرات عادية، يعني توسكي داكشي ديال البطبوط، لاباط ديال البيتزا، الخبز ديال الهامبرغر اللي تيكون صغير. بغيت ان شاء الله اليوم نوريكم كيفاش انا كنحضرهم هكا على طريقتي وبمقادير مضبوطه، سيرتو بالنسبه للبنات اللي هكا كيبغاو يديروا البطبوط مثلا وما كيصدقش ليهم، ولا الخبز الهامبرغر وما كيصدقش ليهم. كذلك نوريكم الدقيق اللي انا كنستعمل واللي صراحه كيجي زوين. بالنسبه للبنات اللي شحال هادي هما في فرنسا راه غادي يكونوا عارفين بطبيعه الحال، ولكن كاينين البنات عجا وما كيعرفوش منين يتقداو وما كيعرفوش اش من ماركه ديال الدقيق يمكن انهم يستعملوا. فبقوا معايا ان شاء الله. نبداو دابا بالبطبوط الصغير اللي ضروري ضروري منه في رمضان. ولكن قبل هذا الشيء بغيت نقول لكم البنات تمشيو تشجعوا واحد الاخت، القناه ديالها لاتوفا شانيل، غادي نحط لكم ان شاء الله لوليان ديالها في اول كومونتير وفي لا بار دانفو، يعني صندوق الوصف اللي فيه كاع المعلومات. تمشيو ان شاء الله تشوفوا القناه ديالها، قناتها ما شاء الله متنوعه، كتحط المشتريات ديالها، كدير جولات مره كدير الطبخ، وصراحه جربت من عندها وصفه واللي جات رائعه. كنتمنى البنات تمشيو تشوفوها وتشجعوها ونبداو. بالنسبه للميني بطبوط ديال البنات اللي غادي نعجنوا بالماكينه، اللي بغات تعجن بيديها تعجن بيديها. كما كتشوفوا هنايا عندي خليط ديال دقيق الحرش، يعني لا سمو الاكسترا فين، وديال الفرص. عندي هنايا تقريبا جاهد 250 غرام ديال هذا ديال طحين الحرش، و150 غرام ديال طحين الفرص. بالنسبه للبنات اللي ما كيصدقش لهم البطبوط يعني غادي يديروا هذه القياسات. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش النوع ديال الدقيق اللي يمكن انه يشريو، غياخذوا هاد لوغونار. دابا انا راه عندي غير 1 كيلو، يعني خديت غير هادو الصغار ديال 1 كيلو، اللي زعما كتستعملوا دائما تاخذ 5 كيلو جوكوا ولا 7 كيلو. راه كيتباع في المحلات ديال الاتراك والمحلات اللي كيكون فيهم داكشي ديال العرب، راه ممتاز هاد لوغونار. هي سمو الاكسترا فين، وكاينه حتى ديال السميده الرقيقه، يعني مكتوبه رقيقه مكتوبه غير فين. هذه راه ديال العجينه البنات. وعندي هنايا جهد 300 مليلتر ديال الماء دافي واحد شويه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره، خميره حبوب. نوريكم الخميره اللي خديت انا حاليا اول مره نخدم بهذا النوع ديال الخميره. ها هي نورمالمون كنخدم باللي كاري اللي كناخذهم من لوكلير، ولكن هذه خديتها من المارشي ديال العرب. راه كنسد عليها البنات هنايا، كنسد عليها في هاد الباكيه هكا، ما كتخسرش. ها كنسد عليها في هاد البوطه هكا ديال الميكا، ما كتخليش الهواء يدخليها، وكنحتفظ بها في الثلاجه وراه ما كتخسرش. وعندي هنايا شويه ديال الدقيق غادي نحتاجو الا كانت العجينه شويه كتلصق. عندي هنايا الملحه، يعني نتوما عينكم ميزانكم. وعندي معلقه صغيره ديال السكر، عندي واحد الدلاك، وعندي واحد القطاعه هكا صغيره. انتما شوفوا القياس اللي بغيتو باش تخدموا به. غادي نبدا على بركه الله، غادي ندير الملحه ديالي والسكر في الجنب، وغادي نجي غادي ندير الخميره في الجنب الاخر، حيت البنات الملحه والخميره راه ما كيتلاقاوش. الا تلاقاو راه المفعول ديال الخميره ما كيبقاش هو هذاك. غادي نبدا على بركه الله، غادي نعجن عادي العجينه عاديه، ومن بعد غادي نوريكم باقي التفاصيل. من بعد ما كملت البنات، هاي العجينه ديالها كتجي رطبه وكتجي يعني دلكتها شويه غير باليد، كتجي رطبه وكتجي زوينه. بالنسبه للماء ما استعملتش كاع الكميه اللي قلت لكم،
يعني المارا غادي ديروا غير عندكم ميزانكم، واخا انا قلت لكم يعني هاد المقادير درتهم غير بالنسبه للبنات اللي كيجيهم مثلا البطبوط معجن ولا شي حاجه، المارا ما غاديش يحتاجوا كاع ديك الكميه اللي قلت لكم. دابا على بركه الله غادي نقسم هادي وغادي تشوفوا كيفاش غادي نشكلها ونقطعها بالمقطع ان شاء الله. كنقطعها كندير غير واحد نص سنتيمتر فسميتو، ما كندلكها ولكن ما كندلكهاش رقيقه، كنخلي واحد 0.5 ديال سنتيمتر ونبدا نقطعها على هذا الشكل. كيجي صغير، نتوما الا بغيتو يجي كبر من هكا كتبدلو غير القطاع. من بعد البنات كنجمع هذه كنجمعها وكنخليها ترتاح لانني غادي عاوتاني نعاود نستعملها. هنايا كنجي لفوق الورق ديالي كندير شويه ديال الدقيق هكا غير استواخ انه ما يلصقش ليا، وكنجي كنستف هاد البطبوطات ديالي اللي انا قطعتهم. ومن بعد البنات ما كملت، هاني هي الكميه اللي خرجت ليا، يعني هذه الكميه غادي نستعملها في اسبوع ولا اسبوع ونص. ومن بعد راه غادي نعاود كميه اخرى ونحطها في الثلاجه. انا كيعجبني ندير هذا الشيء اللي كيكون معجن نديرو في نديرو زعما في المجمد، ما كنعمروش البنات، كنخليه هكا لان كنخاف الاكل يربي سلامه اللي يتسمم ولا شي حاجه، الا مثلا كانت عندي شي عراضه ولا شي حاجه ديك الساعات يقدر انني مثلا ندير بيتزا هكا كلها نقادها ونجمدها، ولكن في الاوقات العاديه من الاحسن كل نهار بنهار. ولكن بحال هذه الاشياء راه كنقصوا عليكم شويه الوقت والجهد والتعب، وبقى لي غير شويه من العجينه كما كتشوفوا، راه ما بقاش عندي ما ندير به، يعني ما تضيعوش العجينه، بقاو تابعينها وبقاو تكوروها هكا وتحطوها ترتاح وخدموها حتى تكملوا الكميه. دابا البنات غادي نغطيهم بواحد الزيت نقي وغنغطيهم بواحد الفوطه هي نقيه ونخليهم ساعه حتى يخمروا مزيان عاد نبدا نطيبهم ان شاء الله. ودابا البنات ما حد الميني بطبوط ديالي كيخمر، غادي نجي ندوز نعجن العجينه ديال الهمبرغر او الخبز الهمبرغر اللي غنحتاج فيها 250 غرام ديال الفرينه الدقيق العادي، غنحتاج فيها معلقه ديال الملح، معلقه ديال السكر، غنحتاج فيها معلقه ديال الخميره مذوبه في شويه ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الحليب اللي طبعا ما غاديش نستعملوا كلشي، جوج اصفر البيض، وهذوك بودر الخشخاش والسمسم، وعلى حسب نتوما الا عندكم الزرارع راه كتزيدوهم كديروا داكشي زين، كيبقى غير اختياري. كما كتشوفوا البنات دابا غادي ندير اصفر بيضه غنديرها على الدقيق، وغادي نزيد زيت الملح والسكر في واحد الجهه، وكما شفتوا زيت الخميره في الجهه الاخرى باش هكا باش تفاعل لنا الخميره، وكنجي كنخلط كل شيء وكنزيد الحليب شويه بشويه، يعني كتشوفوا عينكم ميزانكم ما تخليوهاش انها تلصق بزاف، وحتى الا لصقات بزاف راه ماشي مشكل، يمكن انكم تبقاو تزيدوا شويه في الدقيق حتى كيتقاد لكم الخليط. من بعد فاش كنخلطوه هكا كنزيد الزبده باش كتجيني القوام ديالها املس، كتجي بحال البريوش. يا البنات من بعد ما درت ليها شويه ديال الطحين وجمعتها، يعني ما بقاتش كتلصق بديك الدرجه، ولكن خليوها تكون مرخوفه باش يجيكم الشفشه وما يجيكمش داك لومبرغ ديالكم بان امبرغر مدقس.
دابا غادي نقطعها الى قطع صغيره وغادي نكورها وغادي نديرها في البلاطو باش ان شاء الله ندخلها للفران اللي سبق ليا سخنته باش تخمر ليا في ساعه. غادي نحاول انني ندير كرات متساويه لذا غادي نستعمل هذا الا بغى يخدم ليا، غادي نستعمل الميزان ديالي الا بغى يخدم ليا. غادي نحاول انني ندير كرات ديال 80 غرام 70 حتى 80 غرام. ها كما شفتوا من بعد ما كملتهم كاملين دابا غادي نديهم غادي ندخلهم للفران اللي ديجا سخنتو غادي نديرهم فيه وغادي نخليهم يطلعوا واحد شويه عاد ندير عليهم معصفر البيض من الفوق ونزوقهم بالزواق اللي انا بغيتو. وهنايا البنات خبز الهمبرغر ديالي ها هو اختمر اكثر من الاختمار ديالو. كنت بصراحه بغيتهم يجيو صغار اكثر من هكا ولكن خرجوا ليا كبار مع اختمروا مزيان ماشي مشكل. هنايا كندهنهم باصفر البيض وكنزينهم ببودر الخشخاش والسمسم الابيض وانتم لكم الاختيار انكم تزينوهم باي حاجه متوفره عندكم في البيت غير هو الا بغيتوهم يجيكم صغار كتنقصوا شويه من الحجم ديالهم يعني عوض انكم ديروا 80 غرام بالوحده كديروا 50 غرام او اقل. البطبوط ديالي البنات ها هو خمر دابا غادي نمشي غادي ندير مقله على الغاز نخليها تسخن وبقى نطيب فيه يعني المطيب ما كياخذش شي مجهود كبير يعني 4 دقائق الجهه و4 دقائق الجهه الاخرى وخليكم معايا. يعني وجدت المقله ديالي وجدت واحد البلاصه فين غادي نبقى نحط البطبيطات ديالي ونخليكم معايا وانا كنطيب البطبوط ان شاء الله يعجبكم وتجربوا على هذه الطريقه. بسم الله ودابا من بعد ما كملتهم البنات من الطياب غادي نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل كيجيو متفرشين وخاوين من الداخل وما كيجيوش هكا عامرين بالعجينه ما عرفتوش غادي يكونوا كيبانوا لكم يعني كيجيو مشفشين بزاف. كنتمنى البنات انهم يعجبوكم ودابا غادي ندوز نشوف لي اونبرغر ديالي واش طابو واش تنفخوا ولا مازال. وهادو غادي نخليهم هكا تيبردو
باش نجمعهم في بلاستيكات ويدخلوا المجمد. اما بالنسبه لعجينه البيتزا فالمقادير كنت حطيت لكم الوصفه اللي دائما انا كنعتمدها الحمد لله وما كتحشمنيش، يعني العجينه البازيك الاصليه ديال البيتزا اللي فيها 260 غرام ديال الدقيق، فيها نص كاس ديال الماء، وكما كنقول لكم دائما الماء عينكم ميزانكم، يعني ما كتخويوه كلشي بدقه على حسب الدقيق شحال كياخذ لنا ديال الماء. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره مذوبه، شويه ديال الماء الدافئ ما يكونش سخون غير الدافئ، عندي معلقه ديال السكر، 3 معالق ديال الزبده بلديه والملح. كاين اللي كيبغي انه يزيد بيضه ولكن انا ما كنزيدهاش، كنكتفي بهذا المقدار هذا. كنخليها البنات كتختمر ساعه او اكثر، يعني هذه العجينه الا بغيتو تصدق لكم ما كتزربوش عليها، كتخليوها تختمر مزيان. كنقسمها على جوج على هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، وكنجي كنقطع الدوائر على حسب الدوائر اللي بغيت، وهذاك الشيء اللي شاد ليا راه كنجمعو كنديرو في ميكا باش يلاه كيخمر ليا بما كنبغي نستعملو مره اخرى. كنديرهم كما كتشوفوا هكا في الطاوة وكنثقبهم بالفرشيط وكندخلهم للفرن حتى كيطيبوا ليا واحد شويه، وكنخليهم كيبردوا وكنحتفظ بهم مثل الاشياء اللي سبق وحضرت. هنا يا البنات خبز الهمبرغر ديالي ها هو، كيجي صراحه رائع ورطب رطب بزاف لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. كذلك الميني بيتزا ديالي، واخا تحمرت ليا شويه في الفرن، يعني فاش غادي نحضر بها بيتزا صغار غادي نرد ليها البال في الفرن ان شاء الله. وكذلك البطبوط ديالي، يعني هادو كيبقاو البنات غير تحضيرات هكا اسبوعيه، يعني هاد التحضيرات تقدر تكفيني انا في اسبوع او اقل من الاسبوع، يعني باش نقدر ننوع هكا وكذلك نختصر من الوقت ومن التعب. كيبقاو ليا غير الحشوات هما اللي غادي نبقى نوجد كل مره احتاجيت ليهم. ومن بعد البنات راني غادي نخلي هاد الاشياء انها تبرد، صراحه ما خدتش مني بزاف ديال الوقت، يعني نقول لكم واحد ساعتين او ساعتين او ساعتين ونصف حضرت فيها كاع هاد الاشياء. يعني كندير حاجه كتخمر بما كنطيب الاخرى وكندير الاخرى كتخمر. وهنايا كنعمرهم كندير كلشي في اكياس بلاستيكيه غذائيه وغادي ندخلهم للمجمد باش نستهلكهم ان شاء الله. كنقول لكم البنات بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، رمضان مبارك سعيد، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.